الآن السلام الملكي لمملكة البحرين، الفريق والمنتخب المستضيف في هذه اللحظات. متابعينا في كل مكان، السلامان الوطنيان لكل من دولة قطر ومملكة البحرين في لقاء الفرصة الأخيرة في ختام مباريات الدور التمهيدي للمجموعة الأولى بحثا عن بطاقة التأهل الثانية للدور نصف النهائي في خليج 21 بصحبة المنتخب الإماراتي الذي سبق وأن تأهل في الجولة الماضية. هي الفرصة الأفضل في السنوات الأخيرة لمنتخب البحرين في ظل إقامة البطولة على ملاعبه وما بين جماهيره. المنتخب البحريني لا يفيده سوى الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لأنه يدخل المباراة برصيد نقطة واحدة فقط من التعادل مع المنتخب العماني في الافتتاح، ثم الخسارة أمام الإمارات 1-2 في الجولة الثانية، بينما يلعب المنتخب القطري بفرصتي الفوز أو التعادل في ظل امتلاك ثلاث نقاط بعد خسارة مباراة الجولة الأولى أمام الإمارات 1-3، ثم تحقيق الفوز على المنتخب العماني 2-1 في الجولة الماضية، نقطة واحدة تكفيه للتأهل. حتى لو حقق العماني فوزا برصيد أربع نقاط، بذلك